في رحلة من رحلات القمص في إحدى دول إفريقيا قبل عدة سنوات، مررنا بمدينة صغيرة كنت قد شيدت فيها مدرسة لأهل المنطقة. زرت المدرسة بشكل مفاجئ لأجد أن عدد الطلاب قليل جداً مقارنة بحجم المدرسة الكبير. أخبروني بأن السبب الرئيسي لعدم انتظام الطلاب في المدرسة هو الجوع. أذهلتني الإجابة. الذي يدير ظهره لآلام أخيه الإنسان لا يستحق شرف الانتماء إلى البشر. أمرت بتجهيز مطبخ ضخم ضمن المدرسة ووفرت لهم أفضل المعدات مع طاقم متكامل لخدمتهم، وبعد عام عدت إليهم لأجد المدرسة يرتادها الآلاف من الطلاب وفق مناوبات صباحية ومسائية. حينها أحسست بالسعادة. بطبيعة الحال لا أعتمد على جهودي الشخصية في العمل الإنساني، بل على الجهود المؤسسية لأنها أعظم أثراً. أسست الكثير من المشاريع الإنسانية. أنشأت مؤسسة دبي للعطاء قبل سنوات لتهتم بالتعليم في الدول الفقيرة، ولدينا مؤسسة خيرية استفاد منها أكثر من 2,000,000 أسرة وغيرها. كل ذلك تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تضم أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة. في العام 2016 أطلقت مسابقة لأثبت بأن أي شخص مهما قل ماله أو منصبه يمكن أن يكون عظيماً في العطاء. أسميتها صناع الأمل، ودعوت فيها كل من عمل عملاً إنسانياً أن يخبرنا به. وصلتنا الآلاف من المشاركات. أحدهم يبني داراً للأيتام في بلد هددتها الحروب بجهوده الذاتية، وأخرى تترك بلدها الخليجي وتهاجر إلى بلد فقير لسنوات طويلة لتنقذ مئات الآلاف من الناس. وطبيب جمع معه 3,000 طبيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقيام بعمليات قلب للأطفال في الدول الفقيرة وغيرهم. كل ذلك بجهود تطوعية بدأها بنفس طيبة وإمكانيات بسيطة. القراءة تنور العقول. أنا اليوم اللي مر علي ولا تعلم شيء أعتبره ناقص من عمري. قبل أعوام عدة أعلنا في الإمارات عاماً للقراءة، نشجع أطفالنا على القراءة لأنها تبني شخصية حضارية ومثقفة. قرأت بعدها في الصحف عن مدى تدني نسبة القراءة في عالمنا العربي، فطلبت مقترحات لحل هذه الأزمة. وصلني من ضمن المقترحات مقترح بعمل مسابقة اسمها تحدي القراءة العربي لطلاب المدارس، يقرأ فيها كل طالب 50 كتاباً كل عام ونكرم المتفوقين منهم. وفعلاً انطلق تحدي القراءة ليشارك في عامه الأول 3,500,000 طالب، وفي عامه الثاني تخطى العدد 7,000,000 طالب، وفي عامه الثالث شارك في التحدي 10,500,000 طالب من 44 دولة حول العالم. قرأ كل منهم 50 كتاباً خلال عامهم الدراسي. إنجاز عظيم، لكنه ليس بجهودي. جميع وزارات التربية في الدول العربية وغيرها من الدول المشاركة هم الذين تحمسوا للفكرة وآمنوا بها وتطوعوا من أجلها ودفعوا بأبناء بلدانهم للمشاركة فيها. لا تحتاج للكثير من المال حتى تحدث تأثيراً، تحتاج فقط إلى قلب حي يتلمس مواضع الخلل ويعمل بإخلاص كي تستأنف هذه المنطقة حضارتها. ولو أن كل واحد منا أعطى عشر ما يأخذه لما بقي بيننا فقير أو مريض أو جاهل.